السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الصفحة رقم 105، سورة النساء. يقول الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة، انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد، سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض، وكفى بالله وكيلا. قل يا أيها الرسول للنصارى أهل الإنجيل: لا تتجاوزوا الحد في دينكم، ولا تقولوا على الله في شأن عيسى عليه السلام إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله، أرسله بالحق، خلقه بكلمته التي أرسل بها جبريل عليه السلام إلى مريم، وهي قوله كن فكان، وهي نفخة من الله نفخها جبريل بأمر من الله. فآمنوا بالله ورسله جميعاً دون تفريق بينهم، ولا تقولوا الآلهة ثلاثة، انتهوا عن هذه المقولة الكاذبة الفاسدة، يكن انتهاؤكم عنها خير لكم في الدنيا والآخرة، إنما الله إله واحد، تنزه عن الشريك وعن الولد، فهو غني، له ملك السماوات وملك الأرض وملك ما فيهما، وحسب ما في السماوات والأرض بالله قيما ومدبرا لهم، فهو سبحانه وتعالى لا ولد له ولا صاحبة له ولا ند له ولا شبيه له، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يقول الله تبارك وتعالى: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. لن يأنف عيسى عليه السلام ويمتنع أن يكون عبدا لله ولا الملائكة الذين قربهم الله له ورفع منزلتهم أن يكونوا عبادا لله، فكيف تتخذون عيسى إلها؟ وكيف يتخذ المشركين وكيف يتخذ المشركون الملائكة آلهة؟ ومن يأنف عن عبادة الله ويترفع ويتكبر عنها فإن الله سيحشر الجميع إليه يوم القيامة ويجازي كلا بما يستحق. ولما بين أن الجميع سيحشره الله إليه فصل جزاؤهم في قوله تعالى:
فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. فأما الذين آمنوا بالله وصدقوا برسله وعملوا الأعمال الصالحات مخلصين لله عاملين وفق ما شرع، فسيعطيهم ثواب أعمالهم غير منقوص، وسيزيدهم على ذلك من فضله وإحسانه. وأما الذين أنفوا واستكبروا عن عبادة الله وطاعته وترفعوا وتكبروا فيعذبهم عذابا موجعا ولا يجدون من دون الله من يتولاهم فيجلب لهم النفع ولا من ينصرهم فيدفع عنهم الضر. يقول تبارك وتعالى: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. يا أيها الناس قد جاءكم من ربكم حجة جلية تقطع العذر وتزيل الشبهة، وهو محمد صلى الله عليه وسلم، وأنزلنا إليكم ضياء واضحا، وهو هذا القرآن الكريم. يقول تعالى: فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. فأما الذين آمنوا بالله وتمسكوا بالقرآن الذي أنزل على نبيهم فسيرحمهم الله بدخول الجنة ويزيدهم ثوابا ورفع درجات ويوفقهم لسلوك الطريق المستقيم الذي لا اعوجاج فيه، وهو الطريق الموصل إلى جنات عدن. من فوائد الآيات: واحد، بيان أن المسيح بشر، وأن أمه كذلك، وأن الضالين من النصارى غلوا فيهما حتى أخرجوهما من حد البشرية وجعلوهما آلهة. اثنين، بيان بطلان شرك النصارى القائلين بالتثليث، وتنزيه الله تعالى عن أن يكون له شريك أو شبيه أو مقارب، وبيان انفراده سبحانه وتعالى بالوحدانية في الذات والأسماء والصفات. ثلاثة، إثبات أن عيسى عليه السلام والملائكة جميعهم عباد مخلوقون لا يستكبرون عن الاعتراف بعبوديتهم لله تعالى والانقياد لأوامره، فكيف يسوغ اتخاذهم آلهة مع كونهم عبيدا لله تعالى؟ أربعة، في الدين حجج وبراهين عقلية تدفع الشبهات، ونور وهداية تدفع الحيرة والشهوات. معاني بعض الكلمات التي وردت في الآيات. الآية رقم 171:
كلمة لا تغلو يعني لا تجاوز الحد ولا تفرطه، كلمة وكلمته يعني وجد بكلمة كن بلا أب ونطفة، كلمة وروح منه يعني ذو روح من أمر ربه. الآية 172 كلمة لن يستنكف يعني لن يأنف ولن يترفع ويستكبر، كلمة برهان وهو محمد صلى الله عليه وسلم، كلمة نورا مبينا وهو القرآن العظيم. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.